نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا أخي المواطن أختي المواطنة، أهلا ومرحبا بكم في مثلث اللقاء الذي نستضيف خلاله دكتور أنور حاميم بن سليم، مدير عام مركز الابتكار العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار ومحاضر دولي في التنمية البشرية والتطوير المؤسسي. أطيب الأوقات أرجوها لكم، فابقوا معنا فضلا. مرة أخرى أهلا بحضرتكم معنا، ونرحب بدكتور أنور. أهلا بحضرتك معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا وحياكم الله. دكتور أنور، هل تهدف مؤسسة هاير انفيشن سنتر عبر مساعيكم الحثيثة لهذه بالصوماليلاند حاليا إقامة تدريبات تأهيلية لمجموعة من موظفي بعض المؤسسات الحكومية فقط، أم لها اهتمامات أخرى؟ أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، والتي أسأل الله أن يكون فيها من الخير والفائدة للجميع. أتشرف بأن تم اختيار مركز الابتكار العالي أو Higher Innovation Center كمركز متخصص في التطوير المؤسسي والتميز المؤسسي، وبالفعل لبينا الدعوة المقدمة من وزارة الخارجية وأيضا من وزارة الدستور في حكومة صوماليا لاند كمستشارين شخصيين نمثل المركز. فأتينا إلى هنا وبدأنا بهذه المقابلات لهذه الوزارات السيادية حتى نبدأ بالخطوة الأولى. ما هي الخطوة الأولى؟ هي دراسة الوضع الراهن لكل مؤسسة، ومن ثم إعداد تقرير متكامل. دكتور أنور، ما هي تخصصات هذه المؤسسة بالفعل والمتواجدة بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة؟ مركز الابتكار العالي مركز رسمي معتمد في التدريب والاستشارات، ويركز على إعداد وتأهيل الكفاءات والقدرات الحكومية وأيضا في القطاع الخاص، ولا يكتفي بعمل برامج عادية، وإنما يركز على البرامج التي لها أبعاد مستقبلية مثل الابتكار أو تعزيز ثقافة الابتكار، وكذلك استشراف المستقبل، وأيضا إعداد القيادات والموارد البشرية الحديثة، وأيضا التحول الرقمي. دكتور أنور، ما هي تخصصات هذه المؤسسة بالفعل كما سبق أن سألنا، وما هي ثمار أعمالها السابقة والحالية بدول الجوار؟ هل لكم كان أعمال أخرى بدول قبل صوماليلاند؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، لنا بصمات سواء في المملكة المغربية أو في دولة البحرين، وكذلك في حكومة السودان، سواء كانت الحكومة السابقة أم الحكومة الحالية، وأيضا في المملكة العربية السعودية، وأيضا في جمهورية مصر العربية. إذن ما هي النجاحات التي تم تحقيقها بالفعل على أرض الواقع؟ هناك نجاحات نفتخر بها، منها إعداد استراتيجيات متكاملة لحكومات أو لجهات حكومية، أيضا إدخال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي أو الانترنت أوف ثينكس أو IoT، وكذلك إعداد وتجهيز برامج تخصصية لإعداد قادة الغد. دكتور أنور، هل تعملون فقط بدول ذوات الموارد الضعيفة أو الفقيرة أو ذات النزاعات السياسية المختلفة؟ حسنا، من واجبنا كمؤتمنون على العلم والمعرفة الذي أتانا الله سبحانه وتعالى، وكبيت خبرة، نركز على نشر العلم والمعرفة سواء كانت دولة نامية أم دولة متطورة، ولكن نسعى سعيا حثيثا أن نتبادل
الخبرات أو ننقل الخبرات التي تعلمناها من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المنظومة المؤسسية المتكاملة في دولة الإمارات، وهي يشار إليها بالبنان من روعة مخرجاتها، وكذلك ما تعلمناه أيضا من الدول الأخرى التي ساهمنا فيها. هذه الخبرات المتراكمة تجعلنا نؤدي الأمانة. ما هي الأمانة؟ أن ننشر العلم والمعرفة، وأن نبدأ ونركز على إعداد شباب الغد. هناك دول كثيرة زرناها فنشعر بالحزن، هناك شباب ويعتبروا ثروة في هذه البلاد، ولكن البطالة تزداد، معدل الجريمة يزداد، الانحراف يزداد، البعد عن الرياضة، البعد عن العادات والتقاليد. إذا دورنا هنا أن نركز على هذا الشباب في أي دولة كانت حتى نعزز الفكر، فكلما كان الفكر معزز بالتفكير السليم كلما كانت المخرجات سليمة. فتركيزنا أيضا على سواء كانت دولة نامية وإن كانت دولة متطورة، فنحن نساهم بما يتناسب مع هذه الدولة، أي اختصار للإجابة أننا نساهم بما يتناسب مع كل دولة.